مساء الخير يا عمر. مساء الخير كابتن هادي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الناس بتنتظرك كل يوم ثلاث، وانا متابع ما شاء الله يعني الفقره، يعني الناس بتتابعها بشكل كبير جدا، ادائك والماتيريال والشكل المختلف اللي زي ما بنتكلم بره الصندوق والمعلومات الكتيره دي بتبقى يعني حاجه مميزه جدا جدا واضافه لينا يا عمر. لا لا، هي اضافه طبعا لي انا، لانه على شاشه قناه النادي الاهلي في وجود اسطوره من اساطير الكره المصريه زي حضرتك، انا سعيد بالكلام ده طبعا، وبتابع ردود الفعل شويه، بس يعني نتمنى نكون بنقدم حاجه عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي. وطبعا اعلام النادي الاهلي، وانت زي ما انت شايف وكنت متابع امبارح يعني طبعاً. جايزه افضل قناه رياضيه 2020 النادي الاهلي فاز بيها امبارح. كان احساسك يا عمر وانت جزء من اللي ساهمت، ولو حتى كلنا بنشارك باجزاء صغيره جدا جدا عشان نطلع محتوى محترم يعني يليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، كان يعني استقبلت الخبر ده ازاي؟ لا يعني هو الحقيقه مش جديد على النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بلاس 90 كده بيجي في اخر دقيقه ويسجل الانتصار، وده تقريبا اللي حصل في وقت قياسي. كان التغيير الكبير اللي الناس شافته في القناه شكلا وموضوعا، اجتهاد طول الوقت من كل الناس اللي موجوده كاداره والشركه وكل عناصر القناه وفريق الاعداد، كل فريق العمل، انه يطلع الماده الاعلاميه اللي تليق باسم النادي الاهلي، انه نكون دايما على قدر اسم ومستوى النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي مش بيقبل باي حاجه وما يليقش بيه اي حاجه. واعتقد انه الجائزه دي تتويج لمجهود كل الناس اللي اشتغلت، ويعني اقل حاجه تكون كمان لاعلام النادي الاهلي والقناه النادي الاهلي ان شاء الله، وزي ما بنوعد جماهيرنا، وان دي مسؤوليه، وان شاء الله على قد المسؤوليه والقادم يكون افضل ان شاء الله على المستوى الاعلامي وعلى المستوى المحتوى باذن الله.